سناء منصور، رؤيا إذاعية، طارق عليش. كان يا مكان كان في ولد اسمه حمزة. حمزة كان بيعيش مع أهله في بيت جميل كله جناين وحواليه غابة كبيرة. كان بابا ومامته بيخرجوا الصبح يروحوا شغلهم وهو يروح مدرسته، وبعدين يرجعوا آخر اليوم يقعدوا معاه ويلعبوا ويخرجوا يتفسحوا، وبعدين يرجعوا تاني يناموا علشان يبتدوا يومهم من جديد. في يوم حمزة قرر بعد ما بابا ومامته يروحوا شغلهم إنه يخرج يلعب برا لوحده، لأنه زهق من القعدة في البيت وهو أصل واخد أجازة آخر السنة من المدرسة. خرج حمزة يلعب في الجنينة بالكورة، وهو بيلعب شاط كورة جامدة قوي وخرجت برا الجنينة. خرج وراها يجيبها، بعدين قال لنفسه أنا هتمشى شوية في الغابة ألعب وارجع تاني. راح حمزة يتمشى في الغابة ومعاه الكورة بتاعته، وفجأة سمع صوت غريب جاي من ورا الشجر. وقف حمزة وخاف من الصوت وفكر انه يرجع البيت بسرعة، لكن قال لنفسه لا 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 لا، انا كبير وما بخافش، انا هكمل. ابتدى حمزة يكمل، يمشي يكمل طريقه، وكل ما يقرب الصوت يقرب ويوضح أكتر وهو مكمل طريقه، وكل ما يحس يعني إنه خايف كده ومرعوب يقف ويقول لنفسه ما تخافش يا حمزة، كمل ما تخافش. الصوت بدأ يقرب أكتر وأكتر، وحمزة بقى يقرب من الصوت هو كمان أكتر وأكتر. فجأة ظهر قدامه جيب كبير وضخم. حمزة اتخض جدا، والذئب بقى ده أو الجيب واقف يبصله وعينيه كلها شرار، واضح إنه عايز يأكله. فجأة حمزة طلع يجري وهو بيصرخ الحقوني الحقوني، انتي عايز ياكلني الحقوني. جري حمزة كتير كتير وفضل يجري وهو مش عارف هو بيجري فين، وده لأنه نسي طريق البيت اللي جاي منه. كل شوية يبص وراه وهو بيجري لحد ما الذئب ده اختفى خالص، وحمزة كان بقى بعد بعيد بعيد جدا. وقف حمزة ياخد نفسه وهو بيفكر طب هيرجع ازاي تاني للبيت؟ زمان بابا وماما هيرجعوا من الشغل ومش هيلاقوه، وهيلاقوا عليه جدا وكمان هيزعلوا منه. فقرر انه يقعد يريح شوي ويفتكر هو جه منين علشان يرجع. هو قاعد بيفكر فجأة سمع صوت الذئب مرة تانية، قام جري بسرعة وفضل يجري 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 لحد ما لقى بابا قدامه بيدور عليه، فنادى عليه بصوت عالي بابا يا بابا يا بابا. أبوه بص ناحية الصوت لقى حمزة خارج بيجري من الغابة ووراه الذئب، قام ماسك جذع شجرة وحدفها على الذئب اللي خاف ووقف مكانه. حمزة وصل عند بابا وهو مرعوب، لكنه اطمن أول ما شاف بابا لأنه عارف إنه حيدافع عنه وحيحميه من الذئب. بابا خده ومشي بعيد برا الغابة ورجعوا البيت. بابا حمزة دخل البيت ومع حمزة اللي أول مامته ما شافته قالت له كده يا حمزة تقلقنا عليك، إزاي تخرج من البيت من غير ما تقول لنا؟ الديب كان هياكله لولا إني لحقته، أنت مش مؤدب ولازم تتعاقب. حمزة زعل جدا لأنه زعل منه بابا وماما، وقال لهم أنا آسف أنا آسف يا بابا أنا آسف يا ماما، ومش هعمل كده أنا تعلمت. بابا خده في حضنه وقال له يا حمزة يا حبيبي مهما كبرت
وبقيت ما بتخافش، مش كل حاجة ينفع نعملها لوحدنا، وكان لازم تستنى لحد ما نيجي وتقول لنا. حمزة حضن بابا وهو بيتأسف لأنه فهم، فهم كويس جداً إيه اللي حصل. توتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ حدوتة ملتوتة، كتبها مصطفى عبد الفتاح، تحكيها طنط سناء منصور، رؤية إذاعية طارق عليش.